حياكم الله مشاهدينا من جديد ويا مرحبا بكم في صباح الشارقة. ربما توقعنا خلافات بسيطة بمشاكل مع الأهل أو الأصدقاء، لكن سرعان ما نكتشف أنها موجة عابرة ويمكن التغلب عليها بكلمات الود شريطة الحفاظ على الرقي في التعامل معها. طبعا اليوم بنتعرف في هذا الموضوع أو يعني في هذه الفقرة عن كيفية أو اتيكيت التعامل أثناء الخلافات والمشاكل اللي تحصل بين الأشخاص من خلال ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة ريم الخزرجي، مدربة وخبيرة اتيكيت. يا مرحبا بك، صباحك خير. صباحكم نور وسرور وسعادة يا رب. حياك الله، يكرمك إن شاء الله. في البداية الله يبعد عنا الخلافات والمشاكل. آمين. لكن تحصل في الكثير من الأحيان خلافات ومشاكل، اللي من خلال هذه المشاكل ممكن أن تكبر المشكلة إلى مشاكل أكبر، فنحن كيف نوظف اليوم الاتيكيت في التعامل مع الخلافات؟ بالتأكيد طبعا الاتيكيت هو الآداب، مجمل الآداب اللي الإنسان يتصرف فيها في المواقف المختلفة، سواء كانت خلافات، سواء كان تعامل مع أفراد، سواء كان تعامل مع أدوات. هذا هو وظيفة الاتيكيت. وعندما نتكلم عن الخلافات بشكل خاص، الاتيكيت يعمل على تهذيب سلوك الأفراد خلال الخلاف. يعني إحنا قد تصدر من بعض الأفراد ردود أفعال عنيفة نوعا ما، يأتي الاتيكيت ليهذب ردة الفعل وينظم سلوك الفرد مع الآخرين في يعني حالة احتدام صراع أو خلاف بينهم بين بعض. أستاذ، يعني إذا ما تكلمنا شوي، هل هناك عوامل نفسية قد تؤثر مثلا في مسألة الاتيكيت، ولا ما يعني هل النفسية لها علاقة في التعامل، ولا أن ردود الأفعال قد تكون آنية؟ يعني ما يمكن الشخص قد تكون عنده بعض الاضطرابات النفسية مثلا، هل مثلا هذا يأثر على مثلا سلوك هذا الإنسان أو ردة فعله مثلا بالنسبة للمشاكل اللي تصير أو الصدامات هذه اللي تحصل؟ بالتأكيد، يعني هو طبعا الموضوع النفسي مو اختصاصي، ولكن دائما الإنسان يحاول يضبط نفسه. وكما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام النهج النبوي بعدم الغضب، ووصى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كذا مرة أحد الصحابة أو الأعراب لما قال لا تغضب ثلاث مرات. أكيد في أشخاص سريعي الغضب، سريعي الانفعال أكثر من غيرهم، ولكن ما دام وجد هذا في تاريخنا الإسلامي، معناته يستطيع كل فرد أن يتحكم في ردود أفعاله، يتحكم في طريقة تعامله مع الآخر في لحظات نزاع أو صراع أو خلافات تحصل بينهم. بالتأكيد في ناس أكثر قدرة على التحكم في أعصابهم لما يصير نوع من اختلاف في الآراء، نوع من النزاع على شيء معين، أو حتى يعني يكون في بينهم مشكلة معينة لأي سبب من الأسباب. في أمور كثيرة يعني أثناء الخلاف ممكن أن تسبب أذى بالنسبة للأشخاص اللي ممكن عندهم خلاف. ففي ناس يعني تختلف الثقافات وشخصياتهم تختلف، في ناس تتبع أسلوب الصراخ، تتبع أسلوب الهجوم، وفي ناس تكون يعني تفضل الصمت، وهذا الصمت بعد ممكن يسبب خلاف، لأنه ممكن شخصين على سبيل المثال أن يتكلمون والشخص هذا ساكت، فممكن هذا السكوت وهذا الصمت بعد يسبب يعني أذى للشخص الآخر، غضب مثلا الآخر، هي إنه ليش ساكت، ليش ما تتكلم. طبعا هذا يعتمد أكيد على طبيعة الأشخاص، بس لو أتيتي على نظرة الإتيكيت لهذا الموضوع، يفضل الصمت. جميل. في هذه الظروف أفضل من أن الإنسان يطلع ثورة غضبه ويبين كل اللي في مكنونات نفسه، لأن الإنسان في الغضب لا يفكر كثيرا فيما يتكلم، تطلع منه الأشياء التي لا يود قولها أصلا في الوقت الاعتيادي في تعامله مع الآخرين، وبالتالي
تزداد الحدة في الصراع والضغائن بين الناس. فالإنسان الصامت صح هو يستفز مرات ولكن هذا الذكاء. الصمت وقت المشكلة طبعا الصمت الذكي مو الصمت بضعف. أنا لا أؤيد الصمت بضعف، في فرق طبعا أكيد، لأنه يضيع الحق. نعم. طيب إذا بعد ما صارت أو صار سوء الفهم اللي ما بين الاثنين وصار في صدام، بعد لحظات مثلا اكتشف الشخص أو الطرف الآخر أنه هو ظلم الشخص، فطريقة أني أنا استسمح منه، يعني ساعات يقول لا يا أخي هو يعني أقوى وأنا ما بأحس أني أنا أضعف منه، لكن هل هناك في طريقة راقية ممكن أنا أعتذر مثلا عن سوء الفهم اللي حصل؟ بالتأكيد تختلف طرق الاعتذار باختلاف العلاقات بين الأشخاص. يعني لما يكون في علاقة تقارب بين الأهل، بين الأزواج، بين أفراد الأسرة الواحدة، أنا أشوف الهدية أفضل نوع من أنواع الاعتذار، وإحنا الحريم ما شاء الله نحب الهدايا. نعم ما شاء الله عليك. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا. الهدية دائما سبحان الله يعني تخفف من أي نوع من أنواع الزعل اللي يكون حاصل بين الأفراد. لكن هذا لا يكون مناسب في أجواء مثل أجواء العمل أو أجواء العلاقات بين الأشخاص في خارج إطار العائلة أو الصداقة الحميمة. يعني ما يصير أنا زميلي في العمل أو زميلتي في العمل وصار بيننا نوع من المشادة مثلا أن أنا أروح أخذ هدية. أيوة هذا غير مقبول. أبدا. على حسب الموقف يعني. في النهاية في أشخاص تستخدم أسلوب العتاب، يعني بعد مثلا صارت مشكلة، بعد هذه المشكلة في أشخاص مثلا أحيان تبغى تروح مثلا وتصلح المشكلة هذه، فتروح تعاتب وتذكر الأشياء السلبية، أنت سويت كذا وكذا وكذا وكذا، فممكن هنا ما يتصالحوا، ممكن هي تزيد المشكلة ويزعلون. يعني بعد هو مثل ما يقولون في المثل العتاب من المحبة، ها ليس بالضرورة أن يكون الاعتداء العتاب أنه ذكر للأشياء السلبية. قد يكون العتاب ذكي، والإنسان مثل ما يقولون يذكر العشم اللي بين الشخصين ويحاول يذكر هذا اللي قدامه بالأشياء الزينة اللي بينهم ويعتب عليه بالتصرف اللي هو ما عجبه منه مثلا، أو نقطة الاختلاف بينهم يثيرها بشكل ذكي. فالعتاب قد يكون أحيانا مفيد، ولكن العتاب لما يزيد عن حده مثل أي شيء ثاني يقلب ضده. فالعتاب لما يزيد ويبدأ الإنسان يثور مرات لما يذكر المشكلة وتوابعها وشو أثرت عليه، هذا يسوي لازم تكون بطريقة حلوة. يعني لازم العتاب يكون بطريقة حلوة، بطريقة إنه يعني الشخص الثاني اليوم يسمع هذا العتاب خلاص على طول يبتسم، تهدى نفسه ويبدي يتذكر اللي بينهم وهاي الأمور. سبحان الله، هو المفروض الأسلوب دائما استخدام نبرة الصوت، استخدام لغة الجسد. حلو. هذه الأمور يعني هو عادة الخلافات هي جزء من أجزاء الحديث والنقاش. فما نتبعه في اتيكيت الحديث والنقاش بين الأفراد نتبعه أيضا في حل الخلافات، لأن عادة فيها مواجهة، فيها كلام، فيها حوار، فيها حديث. ما أجي أنا عندي طرح معين مختلف مع طرح اللي أمامي وأنا أخذهم بالصوت تغلبوهم. صحيح. يعني إذا نرجع شوي للهدايا، يعني إذا العلاقة تسمح أني أنا أشتري هدية، تفضلون هدية غالية ولا رخيصة؟ والله يعتمد. والله أنا إذا إذا زوجة مثلا خلي نغلي الهدية تستاهل. الحين كلهم في غرفة التحكم زعلانين بس مثلا بين الأقارب، بين الأهل، عم خال، في هدايا رمزية حتى. صحيح. نعم. في كرت ممكن. نعم. نعم. أشياء رمزية ممكن قد يكون أشياء لها أبلغ الأثر. نعم. شغلة ذكرى معينة بينهم مثلا راحوا سفرة ويا بعض. نعم. أو سووا نوع من النشاط مع. نعم. بعض، ذكرى من هذا الشيء قد يعيد الود بين ممكن الناس. هذه الرسالة تكون مؤثرة أكثر من الهدية نفسها. يعني ممكن أن أنت تهدي شخص مثلا هدية ساعة تبى تراضي، لكن هو ما بيرضى. يعني انت تراضيني. صح. بالماديات بالهدايا فعلا. لكن غير مثلا ورده واحده او رساله كرت.
كرت يا بخت اللي يقبل بالكرت والله انا اقول يعتمد هو يعتمد وبعدين احنا لازم نتصرف بطبيعه الاشخاص اللي امامنا. طبعا الاشخاص اللي ما ينفع وياهم الهدايا مثل قلنا زملاء العمل احنا نتصرف بطريقه مختلفه. اول شيء المفروض ان احنا نكون داخلين بنيه الصلح. حلو. يعني أنا مو داخلة عشان أنا أرجع مرة ثانية أستدل نفسي وأثير الخلاف مرة ثانية. أنا رايح بالتفكير إن أنا حابب أصلح بيني وبين هذا الشخص الثاني. بعدين أختار هذا المكان اللي فعلا يكون مناسب لإعادة وفتح حوار بين هذا الشخص. في حال استاذ اذا مثلا خلاف بين اثنين واذا كان في طرف ثالث يبغى يحل الخلاف اللي ما بين الشخصين هذا كان من احد الاسباب. يعني كيف ممكن ساعات يصير رد فعل عكسي على الشخص نفسه انه يلام اذا مثلا تفاقمت المشكله، لكن اذا انا طرف ثالث بدخل في حل المشكله شو انسب طريقه اني انا ممكن احل الخلاف اللي ما بين الاثنين؟ هو عاده الطرف الثالث المفروض يكون شخص حكيم. نعم. عنده خبره ودرايه بطبيعة الشخصين. حلو. مو حيالله شخص اللي هو يدخل وبس يهدي. نعم. لا، المفروض يكون عنده نوع من الذكاء الاجتماعي ليعرف يتصرف إذا صدر خطأ من أحدهما. صحيح. كيف هو يصلح. هذا فعلا. نعم. من أحد الأشياء المهمة اللي هو نجيب. نعم. فعلا طرف آخر اللي هو يصلح بين الأطراف. نعم. هذا الشخص المفروض يكون إذا هو ارتجالي من عنده بيصلح يكون عنده هذه الحكمة، هذه الروية، نوع من الدين والخلق. جميل. اللي هو تسمح له أنه هو يتدخل بشكل ما يأثر فيه أو ينحاز لطرف ضد الطرف ويزيد من الضغائن. قد مثل ما قلت قد يدخل هذا الطرف ويزيد الحدة. صحيح. لأنه هو ينحاز إلى طرف بطبيعة العلاقة، بطبيعة التفكير، قلة الخبرة، كل هذه الأمور قد تكون بشكل سلبي. والله يبعد عن الناس الخلافات والمشاكل وما تبون هدايا بعد. طبعا نحن شاكرين لك تواجدك معنا استاذه ريم على هذه المعلومات القيمه وشكرا لك مره اخرى. اهلا وسهلا. اذا مشاهدينا كل الشكر والتقدير للاستاذه ريم الخزرجي او ريم الخزرجي خبيره اتيكيت ومدربه اتيكيت على هذه الحضور.